الإنسان السوري. جاهز؟ ألو مرحبا، مرحبا، واحد واحد إنسان سوري، معي أنا إياد كلاس. الإنسان سوري. إنسان سوري. Humans of Sea. الناس بسوريا. من إعداد أنا الرئيس. قصة الإنسان السوري هي قصة السوري الإنسان يلي حتى لو قصصهم قصيرة بتترك أكبر الآثار عحيطان الزمان. يمكن بنشرات الأخبار بيطلعوهم أرقام رغم أنه على الأرض هنن الشجعان، هالشي ما أثر عليهم وبقيوا صامدين بزمن المصالح وضماير الكرتون، وما بيوم عرفوا الخذلان. إيه هنن بشر، أرواحهم بتعاني لما بيودعوا رفيق أو بداروا تعبان، بس كل القصة أنهم من الوجع قدروا يعزفوا للحياة أحلى الألحان. يمكن تشوفون عم يزغرفوا قذيفة منتحرة ليصنعوا من الموت ألوان، ويمكن تشوفوهم لسه عم يبخوا بحنية وحرية على كل الحيطان، وممكن كمان تشوفوهم عم يخطوا عبارات أمل وإرادة وبقاء بكل عنفوان. وقصتنا اليوم واحدة من قصص هالسوري الإنسان. محمود زعزع أخصائي فيزيائي بيعالج المصابين بالمجان، بيواجه نقص الكوادر بالمواد والمعدات بإرادة وإيمان، بيدرب متطوعين وبينقل لهم خبرته بكل إحسان، وبإيده بيصنع أجهزة علاجية تزرع أمل بيقهر كل الأحزان. ولما بيحترق القهر وبيشبع الموت، محمود وأمثاله وحدهم بيبقوا مثل زهر البيلسان.